سلام الله عليكم مشاهدينا الأفاضل. كثيرون عبر العالم وقفوا وقفة احترام لشخص مانديلا، رؤساء دول وشخصيات وحكومات، لما قدمه الأخير في مراحل حياته مناضلا وسجينا ثم رئيسا. الكل مشاهدينا أجمع على أن مانديلا قدم مشاريع إنسانية مرشحة لأن تكون أنموذجا يحتذى، لا سيما فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية التي شهدتها الجزائر أيضا، رغم الكثير من التحفظات التي أبداها ضحايا ما يسمى في الجزائر المأساة الوطنية، خاصة عندما وصلوا إلى قناعة بأنهم محرومون بل مجرمون، وأن قانون المصالحة ساوى بين الضحية والجلاد. مشاهدينا اليوم نفتح ملفا خاصا وحساسا جدا لنجري مقارنة بين المصالحة التي كان وراءها الراحل مانديلا في جنوب أفريقيا والمصالحة الجزائرية. سيكون معنا مشاهدينا محامون وناشطون حقوقيون وضحايا لهذه المأساة، لكن قبل هذا مشاهدينا الكرام نشاهد هذا التقرير حول الموضوع ثم نعود. لا يختلف اثنان أن نيلسون مانديلا استطاع أن يخدم شعبه في جنوب أفريقيا، بل ضحى من أجل بلاده للخروج من مرحلة تاريخية كان أبرز مميزاتها النظام العنصري وانعدام العدالة وعدم تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى الحقد والانتقام اللذين وجدا طريقهما لكثير من أبناء البلد الواحد أمام هذا الوضع الموروث عن فترة الأبرتايد التي وصفت بالبغيضة. رأى مانديلا بتفكيره الثاقب أنه لا حل للخروج من هذه المأساة وتجاوز آلامها إلا بإجراء مصالحة وطنية شاملة بين من تورطوا في التعذيب والقتل والتشريد وأهالي الضحايا وهم بالآلاف. مانديلا حقق هدفه هذا متبعا خطوات رآها مهمة ولا بد منها، لأنه كان يعلم أن الجرح غائر ولا بد من مكاشفة ثم مصارحة ثم لقاءات بين الضحية والجلاد ثم الوصول للحقيقة المبنية على التسامح، طالما أن ما مضى قد مضى. ولكن قلب الصفحة لا يعني النسيان. الجزائر لم تكن بدعا من دول العالم التي حيت مانديلا ووقفت على مآثره ومراحل حياته مناضلا وسجينا ورئيسا، غير أن ما جذب الانتباه في تناول شخصية مانديلا من قبل الحكومة الجزائرية أنها لم تتحدث عن المصالحة التي نجح فيها حتى صارت نموذجا يحتذى، ربما حتى لا تصوب لها اتهامات عديدة. وتساؤل لماذا نجح مانديلا وفشلت الجزائر في هذا المشروع التصالحي، كما يقول الكثيرون من متابعي الشأن الجزائري سياسيين وحقوقيين ومؤرخين. الجزائر أجرت محاولة للتصالح لكنها أخفقت في الوصول إلى مصالحة عادلة وشاملة لأسباب عديدة، أبرزها أنها لم تمر بمراحل يراها كثيرون مشروعة وضرورية، بل كانت متسرعة لإرضاء الجلاد وتعميق معاناة الضحايا الذين عددهم بالآلاف. وهذا ما ينطبق على الأموات ومعتقلي الصحراء والمساجين والمشردين والمطرودين من مناصب عملهم والمفقودين الذين ناهزوا 18,000 دون أن يظهر لهم خبر ولا أثر، ناهيك عن الحقوق المدنية والسياسية التي صودرت واعتبار أهلها ممنوعين من أي نشاط اجتماعي أو سياسي، وهذا ما يعدونه إجحافا في حقهم بل عدوانا لهم، خاصة وأنهم أبناء وطن واحد والدستور كفل حرياتهم الأساسية. ففي الوقت الذي سار فيه مانديلا بخطى ثابتة نحو تجسيد مصالحة حقيقية بين جميع الأطراف في جنوب أفريقيا وصولا إلى الحقيقة والتسامح، رأى أغلب الحقوقيين أن الجزائر تسرعت في مشروعها التصالحي فقط لتغلق ملف الفترة السوداء بأية طريقة ولو بدفع دراهم معدودات، لكنها بهذه المعالجة لم تضع حدا لشكاوى آلاف الضحايا وأهاليهم الذين رفضوا نسيان ما حدث لهم، خاصة لما رأوا أن قانون المصالحة يجرمهم بل يحرمهم من حقوق يرونها أساسية. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الأفاضل الذين التحقوا بنا اللحظة. أقول بأن برنامج الحدث المغاربي المباشر الآن يفتح ملف المصالحة الوطنية في جنوب أفريقيا والتي كان وراءها الراحل نيلسون مانديلا والمصالحة في الجزائر. مشاهدينا الأفاضل، لتسليط الضوء على هذا الموضوع أرحب بالأستاذ سفيان شويتر، وهو محام وناشط حقوقي ومختص أيضا في العدالة الانتقالية. أستاذ سفيان شويتر،
الجزائر مثل ما جاء في التقرير لم تكن بدعا ولا استثناء من الدول والحكومات عبر العالم التي كانت لها وقفة في ذكرى رحيل أو بمناسبة رحيل نيلسون مانديلا. تكلموا عن المناقب، تكلموا عن تضحياته، عن نضاله، عن سجنه، عن قيادته لجنوب أفريقيا، لكن الجزائر أهملت جانبا مهما في حياة مانديلا وهو المتعلق بشق المصالحة الوطنية في بلده. ما هي قراءتك لهذه الغفلة عن هذا الأمر المهم الذي يراه الكثيرون مهما جدا وهو المصالحة الوطنية في جنوب أفريقيا؟ في رأيك أنت لماذا أغفلت الحكومة الجزائرية الحديث أو الإشارة عن المصالحة في جنوب أفريقيا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سفيان، أعتقد أن الموضوع المصالحة الذي كان موجود أو تم في جنوب أفريقيا تم عن طريق إظهار الحقيقة والمحاسبة وجبر ضرر للضحايا اللي فيها كتب حقوق الإنسان. المسار الذي يسمى أو يدعى عليه هنا في الجزائر أنه مسار للمصالحة أو للمصالحة هو في الحقيقة هو مسار للإفلات من العقاب. كل النصوص، كل الوقائع الفعلية إلى آخره تؤدي إلى أنه لا توجد هناك حقيقة. النظام لم يقدم أو لم يبحث عن الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت إبان الأزمة في التسعينات. لم يقوم بوضع سياسة محكمة وشرعية بالنسبة لجبر الضرر لكل الضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عكس ما وقع في جنوب أفريقيا. فالبعض بعض الأشخاص ما نش عارف إذا كان عن قصد أو عن غير قصد يربطون مسار المصالحة في جنوب أفريقيا بما وقع في الجزائر، يتكلمون عن العفو الذي كان موجود في جنوب أفريقيا ويتكلمون عن العفو هنا في الجزائر، لكن ما مش عارف يتنسون أن العفو الذي كان ممنوع في جنوب أفريقيا عن طريق لجنة الحقيقة والمصالحة، اللجنة التي كانت مهمتها هي الكشف عن كل الانتهاكات حقوق الإنسان، كان العفو أولا ليس عام. نعم. وليس غير مشروط كما هو موجود في الجزائر، وإنما عفو فردي ومشروط. فردي يعني أنه الشخص الذي يريد أن يتحصل يعني العفو أو عن الحصان من المتابعة القضائية عليه أن يتقدم أمام لجنة الحقيقة والمصالحة ويعترف بكل الجرائم الذي ارتكبها. استاذ سفيان شويطر، فقط قبل الحديث عن المصالحة الجزائرية يريد وربما حتى المشاهدين يشاطرون الرأي، يريدون معرفة المصالحة في جنوب أفريقيا كيف تمت ولماذا نجح مانديلا وأخفقت الجزائر طالما أن هناك شكاوى ودعاوى وعدم رضا حول قانون المصالحة الوطنية إلى اليوم رغم أن الأحداث حدث في التسعينات. المشاهد يريد أن يفهم بالضبط كيف نجح مانديلا وما هي المراحل التي قطعها وصولا إلى ما يسمى الحقيقة والتسامح. أولا في جنوب أفريقيا كانت هناك مسار الانتقال الديمقراطي، كان من النظام الاستبدادي، نظام العنصري، نظام أين انتهكت فيه حقوق الإنسان بشكل واسع النطاق إلى نظام ديمقراطي، وكان هناك هذا المسار الانتقال السياسي، كان هناك انتقال مسار تفاوضي ما بين النظام القديم نظام التمييز العنصري والقوى المقاومة أو الممثلة للشعب الجنوب الإفريقي ممثلة خاصة في المؤتمر الوطني الإفريقي الآن عكس ما هو موجود حاليا في الجزائر. في الجزائر لا نعرف، ما زلنا ما ماناش في مرحلة الانتقال السياسي. نفس النظام الذي انتهك إرادة الشعب الجزائري تقريبا منذ أكثر من 50 سنة منذ الاستقلال، منذ 60 سنة وهو يحكم بشكل غير شرعي بقوة السلاح إلى آخره. إذن لا يمكن التكلم عن المصالحة ما دام نحن لسنا في مرحلة الانتقال السياسي. جنوب أفريقيا مرت بمرحلة انتقالية من نظام استبدادي إلى نظام ديمقراطي، وكانت طبيعة هذا المسار الانتقال كانت تفاوضية.
ما بين النظام القديم والنظام الجديد عكس في الجزائر. بمعنى استاذ سفيان، بمعنى ان جنوب افريقيا ووراءها مانديلا طبعا وهناك الكثيرون وراءه كانوا يسيرون خطوه خطوه ولم يحرقوا المراحل مثل ما يقوله السياسيون ومتابعو الشان السياسي في الجزائر، يقولون بان الجزائر مضت بسرعه كانها تريد ان تنهي هذا الملف وتغلقه مباشره ربحا للوقت، بينما في جنوب افريقيا كانوا يسيرون بخطى ثابته، وقيل بانهم كانوا يقومون بما يسمى المكاشفه والمصارحه والكثير من هذه المراحل. أرجو منك أن تحدثني عن هذه الجلسات التي سميت بجلسات المكاشفة والمصارحة قبل المصالحة. في جنوب افريقيا كانت هناك مفاوضات، كانت مفاوضات في الثمانينات، في أواخر الثمانينات كانت بشكل سري ما بين وداخل سري ما بين مانديلا والقيادات النظام الأبرتايد، وكان تعرف انه في المفاوضه السياسيه ليست العداله القضيه التي تفرض نفسها وانما موازين القوى الى اخره. تم الاتفاق بعد رد على انه لا تكون هناك مسار للمتابعه والمحاكمه القضائيه على شكل محاكمه نورنبرغ بعد الحرب العالميه الثانيه، ولكن يكون هناك عفو شامل والغير مشروط كما وقع مثلا في الجزائر ووقع في امريكا اللاتينيه في عهد الانظمه الدكتاتوريه العسكريه. اتفقوا على حل بسيط او طريق ثالث وهو العفو مقابل الحقيقه. الشخص الذي يريد ان العفو او يريد الحصول على الحصانه من المتابعه لابد عليه ان يتقدم امام مؤسسه ويعترف بجرائم امام الملأ، امام الضحايا، امام الشعب، وثم تقرر هذه اللجنه. صدر في 95 بعد انتخاب نيلسون مانديلا في سنه 1994، 95 تم تبني قانون يسمى قانون ترقيه الوحده الوطنيه والمصالحه الوطنيه، وتم تشكيل لجنة للحقيقة والمصالحة كانت متشكلة من 17 عضو، شخصيات مرموقة نزيهة ونزيهم، كانت مكلفة أولا بالتحقيق عن كل الجرائم التي ارتكبت في جنوب افريقيا، كل الجرائم بدون استثناء، سواء الجرائم التي ارتكبها النظام التمييز العنصري الأبرتايد، أو حتى الجرائم التي ارتكبت من بعض المجتمعات المعارضة المسلحة. وهو كذلك أستاذ سفيان، سأعود إليك بعد لحظات. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الآن الأستاذ حسين بصبع وهو محام وناشط حقوقي. بعد ترحيب بك أستاذ حسين، لماذا كثرت شكاوى من يسمون ضحايا المآسات الوطنية ضد هذا القانون، ضد قانون الوئام المدني، ضد قانون المصالحة؟ أليس قانون المصالحة حلا شافيا للمشاكل التي مرت بها الجزائر في فترة التسعينات؟ الو، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. على هذه الاستضافه نشكر قناه المغاربيه على فتح هذا الملف الذي دوما سيبقى مفتوحا لمعرفه الحقيقه. حقيقه الموضوع موضوع مهم ومهم جدا، وكما قلنا في حصص وفارقه بان الحقيقه لابد ان تعرف في هذا المجال. اقول فقط نشكركم على فتح هذا الملف، وإضافة إلى ما جاء به الزميل الذي سبقني وما استفدتم به من خلال التقرير الذي بدأتم به هذه الحلقة، أقول كلمة قصيرة فقط. أن نيلسون مانديلا بقي مات هو وبقيت أفكاره حية في المصالحة وفي التسامح، فأفكاره لن تموت. نعم. فهذه الأفكار ستبقى حية ووصفة حضارة ناجحة للتعايش بين شعوب مزقها التنوع العرقي والديني والمذهبي والفصل العنصري في جنوب إفريقيا، والاهتمام بالمستقبل وليس بالماضي. لمن يريد أن يبني دولة، لقد نجحت دولة جنوب إفريقيا بأفكار نيلسون مانديلا الذي قال يوما إن النظر للمستقبل والتعامل معه بواقعية أهم بكثير من الوقوف عند تفاصيل الماضي المرير. نيلسون مانديلا يذكر دولنا العربية والإسلامية بخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم للمشركين عند فتح مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
أقول فقط لا بد أن نتعلم من المصالحة ومن سماحة الإسلام ومن نظرة نيلسون مانديلا في القضاء على الأفكار الأبارتايد. بالنسبة لسؤالكم أقول فقط كثرت حقيقة هذه الشكاوى وتتبقى هذه الشكاوى ما دامت الحقيقة بعيدة عن كل مواطن، بعيدة عن ضحاياه. أقول فهذه الكلمة دوما سوف تتكرر، ما دام لا أحد يعرف الحقيقة وما دام هناك ضحايا فلن تموت أفكارهم ولن تموت مطالبهم، فستبقى المطالب سواء لضحايا الإرهاب أو للمخطوفين أو غيرهم أو من غيرهم أم الذين ظلمهم. هذا القانون الذي سمي بقانون المكالحة الوطنية وليس بقانون المصالحة الوطنية، وكما جاء في مداخلة الزميل الذي سبقني حقيقة سفيان. أن أفكار مانديلا وأفكار جنوب أفريقيا في القضاء على هذا الموضوع والمشي به قدما ومستقبلا فقد تمت عن طريق فكرة، وهي فكرة بإنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة. أضيف فقط أن هذه الهيئة هي على شكل محكمة يتم دعوة الشهود فيها والذي كانوا ضحايا لانتهاكات سافرة لحقوق الإنسان للإدلاء بشهاداتهم طيب. أمامها. وقد أعطيت هذه اللجنة صلاحيات واسعة واستثنائية قياسا إلى لجان الحقيقة التي تشكلت في كثير من الدول، والنظر في حقوق الإنسان في دول أخرى مثل الشيلي والأرجنتين وأوغندا مثلا في عام 1974 التي فشلت كل هذه اللجان لأنها لم تنشر الحقيقة ولم تنظر إلى الحقيقة. طيب أستاذ حسين، لماذا لم تتبع السلطات الجزائرية في ذلك الوقت أو وراء هذه المصالحة اتباع هذه الخطوات؟ لماذا لم تتبع هذه الخطوات التي تقول عنها بأن العدل جنوب أفريقيا نجحت لأن قانونها هناك كان عادلا، كانت هناك شفافية، كان هناك حضور بين الجلاد والضحية، كان تقاسم للأفكار ثم التفكير فيما يأتي في المرحلة المقبلة. في رأيك أنت لماذا الجزائر تجاوزت هذه الخطوات ومرت بسرعة لمرحلة أخرى؟ أقول فقط كما قلتم الجزائر حرقت كل المراحل. هذا القانون لم يوضع للمناقشة على أصحابه الحقيقيين، فتم حرق المرحلة عن طريق الاستفتاء، فتم الاستفتاء. وحقيقة في الشعب الجزائري البسيط تمت مقايضته بالقضاء على ما يسمى بالإرهاب عن طريق السلم أو ما يسمى ما بالسلم، كما جاء في مداخلة الزميل. فالنظام نفسه لم يتم بمرحلة انتقالية، لم يدعو السياسيين، بل ساوى بين الجلاد والضحية ثم ظلم الضحية. فالحقيقة لا أحد يعرف الحقيقة، النظام نفسه النظام بقي نفسه يكرر نفسه ويتداول على السلطة نفسه ولم يحاسب أحدا. ثم هكذا تم الاستفتاء على قانون معين، ثم لنزول جماعات معينة كانت في الجبال ووضع السلاح وعودتهم إلى المجتمع دون، وكأن هذا المجتمع حارب قتل نفسه بنفسه، حارب نفسه بنفسه. طيب ابقى معنا أستاذ حسين بصبع، سأعود إليك بعد لحظات. أعود مشاهدنا الكرام لضيفي الكريم من كندا الأستاذ سفيان شويطر المختص في العدل الانتقالي، وقبل هذا هو محام وناشط حقوق. أستاذ سفيان، ما رأيك فيما تقوله بعض الأطراف المحسوبة على السلطات بأن الشعب هو الذي اختار ذلك؟ لماذا تلومون فقط السلطات وإن الشعب قد اختار لما استفتي على هذه المصالحة وقال نعم لهذه المصالحة؟ إذن بدلا من لوم السلطات لماذا لا تلوم الشعب أيضا، فهو الذي وافق على هذه المصالحة؟ لذا لا يمكن لوم السلطات على أن أحرقت المراحل ولم تكن عادلة ولم تتبنى الشفافية ولم تحضر الجلاد والضحية مثل ما وقع في جنوب أفريقيا. الشعب مباشرة استفتي وقال نعم. ما رأيك فيما تقول هذه الأطراف المحسوبة على السلطات؟ أعتقد لسببين لا أتفق مع وجهة نظر هذه الأشخاص لسببين. أولا لا يمكن الكلام عن استفتاء، هم يتكلمون عن الاستفتاء الذي عرض الميثاق أو مشروع آنذاك مشروع الميثاق المصالحة ومشروع ميثاق السلم والمصالحة الذي عرض على الاستفتاء. أنا لا أعترف شخصيا
بأي استفتاء أو انتخابات في مجتمع كان تحت مظلة حالة الطوارئ، قانون حالة الطوارئ. ولا أريد أن أتدخل في التفاصيل في المجتمع الذي كان يعيش تحت قانون حالة الطوارئ، أن الحريات العامة والحريات الفردية مقيدة. إذن هذا من جانب لا يمكن اعتبار الاستفتاء الذي وقع آنذاك استفتاء شفاف تعددي إلى آخره، ومنع الرجوع إلى الماضي، ومنع معارض الميثاق من استعمال وسائل الإعلام المرئية المملوكة أو العمومية من طرح وجهة نظر تحم. إذن هالكلام كلام غير موضوعي غير شرعي إلى آخره. هذا من جهة. من جهة معرفة الحقيقة اللي هو حق مرتبط بالضحايا وبأهالي الضحايا، ومرتبط كذلك بالمجتمع الجزائري، حق غير مرهون بالمساومة أو يعرض على الاستفتاء أو لا. هو حق لصيق بالإنسان، ولا يمكن أن يعرض على استفتاء أن تتفق عليه الجماعة أو الأغلبية أم لا. هذا حق مربوط أو مرتبط بالشخص بالفرد، فلا يمكن المجتمع أن يندع. إذا افترضنا أن حق قطن الشعب الجزائري صوت على ميثاق السلم والمصالحة بشكل عادل وبشكل شفاف وبشكل ديمقراطي، ونزع من حق الضحية حق معرفة الحقيقة وحق اللجوء إلى القضاء لمطالبة بالإنصاف، إذا لا يوجد هناك استفتاء في حاجة الطوارئ. الاستفتاء الذي عرض عليه ميثاق السلم والمصالحة استفتاء غير مشروع، هذا من جهة. من جهة ثانية، أن حق معرفة الحق حق معرفة الحقيقة هو مربوط بالضحية، ولا يمكن الأغلبية أن تنزعها. طيب، سأعود إليك أستاذ سفيان شويتر، سأعود إليك بعد لحظات. أرحب من جديد بضيفي الكريم من الجزائر أستاذ حسين بوصباع، المحامي والناشط الحقوقي. أستاذ حسين، رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة في إحدى خطبه في صطيف على ما أعتقد قال: نحن ماضون إلى تعميق المصالحة الوطنية في المرحلة المقبلة. الكثيرون لم يفهموا هذه العبارة، ماذا يقصد بالمصالحة الوطنية وكيف نعمقها؟ هل معنى ذلك أن المصالحة في الأول لم تكن عامة، لم تكن ناجحة، كانت تحتاج إلى بنود عديدة أخرى؟ ماذا فهمت من هذا الكلام الذي أطلقه رئيس الجمهورية ثم بعد ذلك لم نسمع له ركزا من ذلك الوقت؟ نريد تعميق المصالحة الوطنية، هل معنى هذا أنه سيصارح هؤلاء ذوي المفقودين، سيتحدث عن المأساة، سيقوم بالعدالة مثل ما هو موجود في جنوب أفريقيا، أم ماذا؟ كيف فهمت ما قاله رئيس الجمهورية في مدينة سطيف ذات يوم؟ أقول فقط إضافة إلى ما قاله الزميل وإضافة إلى ما قلناه سابقا، نصرخ ونقول دوما ومع كثير من المفكرين والسياسيين والحقوقيين، فبغياب الحقيقة والاعتراف بها تغدو المصالحة مستحيلة جدا. فهذه العبارة تتردد على ألسنة كثير كما قلت من المفكرين، رغم أن تعريف المصالحة يختلف عن تعريف كشف الحقيقة. فنقول أنه دون الحقيقة لا يمكن المصالحة. فحتى خطاب رئيس الجمهورية هذا فنظن إلا ما هو إلا خطاب سياسي ذر في الرماد. فالنظام ماضي في تطبيق ما يريد تطبيقه، تطبيق سياسته التي أرادها، وهو تثبيت نفسه على هذه الدولة وفرض نفسه على المجتمع بطرق قانونية أو بطرق سياسية بالقوة حقيقة. فلما مضى هذا النظام هو محاولة كما قلنا لقانون هذا القانون. حقيقة الزميل الذي سبقني حاول شرح هذا الموضوع بأنه لا توجد انتخابات شرعية نظيفة وشفافة في هذا الوطن، والمواطن لما تطرح عليه مثل هذا المواطن البسيط لما تطرح عليه هذا الميثاق الذي أعدته السلطة بنفسها دون الرجوع إلى الهيئات السياسية ودون الرجوع إلى أهل الاختصاص وأخذ رأيهم ودون أن تطرح الحقيقة، نظن أن المجتمع أن المواطن البسيط سيقبل بالمطروح أمامه ويقبل بالذي تطرحه عليه السلطة في غياب أي طروحات حقيقية. فالحقيقة كما قال الزميل هي ملك للضحية وملك للتاريخ وملك للوطن. فهذا النظام
سأقول دوما ماشي في تحقيق سياسته وتثبيت نفسه، ولا يبحث ولا يبحث أصلا عن تثبيت الديمقراطية أو الوصول إلى حقوق المواطن أو حقوق الإنسان أو غيرها من هذه المصطلحات التي لا توجد في أجندته أبدا وليست من إعلاناته أصلا، فهو يريد أن يثبت نفسه. وهو كذلك، وهو كذلك أستاذ حسين بوصبع المحامي والناشط الحقوقي، جزيل الشكر لك أستاذنا، كنت معنا من بسكرة عروس الزبان من الجزائر. طبعا مشاهدنا الكرام نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود، أرجو أن تبقوا معنا. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الأفاضل، نحن على الهواء مباشرة في برنامج حدث المغاربي. مثل ما ذكرته في الجزء الأول، نفتح اليوم ملف المصالحة، لكن المصالحة في جنوب إفريقيا والمصالحة في الجزائر، أي أننا نضع المصالحة الجزائرية في الميزان. مشاهدينا الكرام، في بالضبط منذ يومين وقفت عائلات المختطفين، هكذا يسمون أبنائهم المختفين، المختطفين يسمونهم بدلا من مفقودين، وقفة احتجاجية في الجزائر العاصمة، وكانت قوات الأمن بالمرصاد لفض مثل هذه الوقفات الاحتجاجية. الأمهات في تلك الوقفة كانت لهن كلمات حول أبنائهن وأحفادهن وربما أزواجهن أيضا، نستمع لمثل هذه الكلمات ثم نعود. نقول لك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نتمنى وإن شاء الله باللي هذا هو حد الباس، ماذا بينا باللي الدولة تاعنا تفتح هذا الملف وتخلي ما تخليش الناس تاجر به من هبة ودبة يتاجر به، ماذا بينا احنا ما نحوسوا حتى حاجة، مطلب واحد معرفة الحقيقة والعدالة، هذا مثلا قبل ما نموتوا، ماذا بينا نشوفوا ونعرفوا الحقيقة قبل ما نموتوا. هذه هي عائشة، هذه لا نوفيل تاعنا، احنا حضرنا وتمرمدنا في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو في الاحتفال انتظروا ومسيق سمطيني زعيم حقوق الإنسان راهو يحتفل في الهيلتون، في الهيلتون ندير لي سيريموني. كان هذا جانبا مشاهدينا الكرام من الوقفة الاحتجاجية التي نظمت في الجزائر العاصمة منذ يومين. طبعا كانت المناسبة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. مشاهدينا الكرام من ضمن الآن أحد ضحايا هذه المأساة الأستاذ إبراهيم فيلالي من بروكسل العاصمة البلجيكية. أستاذ إبراهيم، كيف تقرأ هذه المقارنة بين المصالحة الجزائرية والمصالحة في جنوب إفريقيا؟ ربما هناك من المشاهدين من يقول هذا قياس مع الفارق، فرق شاسع وبون كبير بين المصالحة في الجزائر والمصالحة في توفي والمصالحة في جنوب إفريقيا نسبة نتيجة للظروف المختلفة وما إلى ذلك، لكن نحن نتكلم عن الإجراءات، نتكلم عن الحيثيات، كيف تراها أنت؟ لماذا نجح مانديلا في مصالحته في جنوب إفريقيا وفشلت الجزائر حسب ما يقوله متابعو الشأن الجزائري؟ شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي عثمان وأحيي قناة المغاربية ومشاهديها وأشكركم على هذه الاستضافة. في الحقيقة إجابة على هذا السؤال فقد سبقني الأستاذان الفاضلان قبلي، أستاذ شويطر والأستاذ بوصبع، فقد بينا بوضوح أكثر مني ربما هذه القضية تاع جنوب أفريقيا. ولكنني اسمح لي يا أستاذ عثمان، نعم، أقول شيئا في البداية. تفضل. أن أولا تعريف المصالحة، لا يوجد إلا تعريف واحد للمصالحة ابتداء من النزاعات التي تنشأ بين الأفراد وبين الدولة أو حتى بين القبائل أو الأزواج أو بين العشائر، أي وجود طرفين في النزاع. نعم. ولحل يعني هذا النزاع لابد من جلوس المتخاصمين على طاولة الحوار، إلى طاولة الحوار، نعم، والخروج بنتيجة ترضي الطرفين. المصالحة كلمة جميلة في مبناها ومعناها، وقد وردت في القرآن الكريم على لسان الأنبياء والرسل، والصلح خير، قوله تعالى إن أريد إلي إصلاح ما استطعت، وحتى الصلح بين الأزواج حيث يقول سبحانه وتعالى والصلح خير. هذه هي المصالحة وهذا هو الإصلاح. المصالحة التي تبناها النظام الجزائري خرجت عن هذا التعريف، وبدل من الجلوس مع الخصم للتحاور أصدر النظام الجزائري قانون سماه قانون المصالحة الوطنية،
وهو في حقيقة قانون إذعان أو ركوع الطرف المغلوب للآخر، يعني الخضوع لإرادة السلطة وجبروتها. حتى من المتمعن يعني في هذا القانون الذي صدر سنة 2006 عندما يقرأ هذه النصوص يجدها تقريبا أقرب إلى قانون العقوبات من إلى قانون المصالحة. وبالنسبة لجنوب أفريقيا، تجربة جنوب أفريقيا، فقد تحدث النظام الجزائري كما جاء في التقرير عن يعني التعزية والتعاطف مع وفاة مانديلا ومع الشعب جنوب أفريقيا الذي توفي في هذا الشهر. وتقول الجزائر وتفتخر أنها علمته الثورة وتدرب في الجزائر على كيف يكون ثائرا وكيف يحرر بلاده، ولكن للأسف الجزائر لم تتعلم منه في أخذ المصالحة الحقيقية التي حققها لشعبه. فالفرق شاسع. فهناك تأتيم حتى في الإعلام الجزائري مقصود، يتحدثون كما قلت عن جنوب أفريقيا ولكن لا يتحدثون عن المصالحة الحقيقية. وفي الجزائر في الحقيقة المصالحة سهلة إذا كانت الإرادة حسنة وهناك نية، لأننا شعب واحد، شعب مسلم وشعب موحد، على عكس جنوب أفريقيا التي فيها إثنيات وأعراق من كل الأجناس، من جنوب من من من, من آسيا ومن السود ومن المعمرين البيض، هناك خليط. ولكن مانديلا بحكمته استطاع أن يحقق هذه المصالحة. ولم يقتصر الأمر على جنوب أفريقيا، بل أيضا هناك مصالحة أخرى كالشيلي كما كان ذكر الإخوان، وهو جارنا المغرب فقط حل مشاكله. وإذا يعني في الحقيقة بارك الله فيكم على فتح هذا المجال، أعتقد أن طرح هذا الموضوع في قناتكم لا يعني الانتقام وفتح الجراح، نعم، بل هو جبر الضرر الذي لحق بالكثير من الجزائريين. نعم، والأداء والأكثر من هذا أستاذ إبراهيم، حق نعم. المشاهد أو حق أكثر من هذا، حق المشاهد والمواطن في المعلومة، يجب نعم. أن يسعى إلى هذه المعلومة وأن تبذل هذه المؤسسات الإعلامية بما فيها المغاربية لإيصال هذه المعلومات لكل المتابعين. فقط أنا عبرك نعم. أريد أن أشير إلى معلومة مهمة جدا الكثير نعم. من الجزائريين يجهلونها، وهي مسألة غضب الحكومة الجزائرية على نيلسون مانديلا في عهد زروال، الأمين زروال الرئيس الأسبق، لما استقبل نيلسون مانديلا في أفريقيا، في جنوب أفريقيا لما كان رئيسا، وفدا من الجبهة الإسلامية للإنقاذ كان رؤوسه الدكتور نصر الدين أنور هدام، الوفد نعم. الذي كان يزور الكثير من البلدان للتعريف بقضية نعم. بقضيتهم على أساس أنهم ظلموا وأنهم أخذ منهم الفوز في الانتخابات وما إلى ذلك. هل لديك معلومات نعم حول نعم هذا؟ نعم، بارك الله فيك. أنا كنت أتذكر هذا في السنوات الماضية، ويعني همة الكبار، هذا شيء لا يفعله إلا الكبار. وأحيي جنوب أفريقيا وشعبها وحكومتها، مواقف يعني في القمة. في المدة الأخيرة فقط رفضوا استقبال أي وفد مصري يمثل النظام الانقلابي. بالضبط. ذكرني هذا باستقبال مانديلا للدكتور أنور هدام. نعم. ومانديلا نفسه لما جاء إلى الجزائر في السنوات الأولى للاستقلال في المطار صرح به للصحافة والإعلام، ولكن الصحافة والتلفزيون الجزائريين يجب ننقل هذا التصريح، وقال من هنا أحيي مصالي الحاج أبا الوطنية الجزائرية. فكان التأتيم الإعلامي عليه ولم ينشروه في الإعلام الجزائري. بالنسبة لي شخصيا أخي عثمان، كنت في سنة 1992 أمارس عملي في مكتبي بالمديرية الشؤون الدينية في قسنطينة. نعم. وأهل قسنطينة والجزائريين يعرفونني يعني بأنني رجل مسالم. نعم. ولم يصدر مني أي تصرف خاطئ، ولكن جاءت الشرطة واعتقلتني من مكان عملي. نعم. وزج بي في مع آلاف الجزائريين في الصحراء في عين مقل، بالقرب من مفرغة النفايات النووية التي كانت تجريها فرنسا، التجارب النووية الفرنسية في عين مقل. للأسف يعني بكل مرارة، أنا الآن مصاب كما ذكرت مرة لكم. نعم. أنا الآن مصاب بداء السرطان ربي يشفيك وفي المرحلة الرابعة يعني الخطيرة.
وقد يكون سبب المرض هو نتيجة للإشعاعات الموجودة في عين المجل. وقد علمت عن طريق الصحافة والناشطين الجزائريين أن عدد كبير من المعتقلين الذين كانوا في هذا المعتقل أصيبوا، فمنهم ما زال مريضا ومنهم من توفى رحمه الله. لما خرجت من المعتقل رفضت الإدارة التي كنت أعمل فيها إعادتي إلى منصب عملي، فبقيت مشردا حتى هاجرت إلى الخارج. وفي سنة 1998 صدر قرار بعزلي من وظيفتي، ولم أعلم بهذا القرار إلا هذه السنة أي سنة 2013. وما عانيته أنا يعانيه الكثير من الجزائريين، وما زلت إلى اليوم أعاني من المضايقات والتعسف. شخصيا أحب الحب الخير لبلادي، ولا أحمل غلا أو حقدا لأحد، فقط نريد العدالة كما كان يتحدث الإخوة من قبلي، العدالة ثم العدالة ومن بعدها التسامح والعفو. وهو كذلك أستاذ إبراهيم فلالي، وهو كذلك أستاذ إبراهيم فلالي، سامحني فقط لضيق الوقت أذكر مشاهدينا الكرام، إبراهيم فلالي هو أحد ضحايا المأساة الوطنية ويعيش في بروكسل العاصمة البلجيكية. جزيل الشكر لك. أعود الآن الأستاذ سفيان أشويطر المختص في العدالة الانتقالية. أستاذ سفيان، ما رأيك فيما كان يقوله الأخ، وربما يشير هنا إلى المصارحة التي كنت تحدث عنها أنت، إن الجزائريين لم يتكلموا عن هذه المصارحة بل قطعوا أشواط أخرى دونما المرور بالمصارحة، لم يصارحوا هؤلاء الآن بأنهم أخطأوا في حقهم ألاف من الجزائريين زج بهم في معتقلات الصحراء، وألاف آخرون كذلك زج بهم في غياهب السجون والمعتقلات، بالإضافة إلى المفقودين. منظمات إنسانية دولية وجزائرية محلية تقول العدد حوالي 18,000 من خيرة أبناء الجزائر فقدوا في تلك الفترة، لكن السلطات تقول نحن من أخذناهم، أو لم تقل في الآن نحن من أخذنا هؤلاء. إذن هذه هي المصارحة ربما التي كنت تتكلم عنها أنت، وقد أشار إليها الآن الأستاذ إبراهيم فلالي مشكور من بروكسل. تفضل أستاذ سفيان. شكرا أخي عثمان. أولا فقط ملاحظة فقط، يعني أتمنى وادعو الله أن يشفي الأخ فلالي من هذا المرض. آمين. والملاحظة الثانية أو إضافة، يعني في سنة 2006 هذه بالمناسبة على موقف مانديلا من الجزائر، ربما معلومة جديدة، في 2005 تقريبا 2005 و2006 عندما كانت هناك حملة حول الميثاق السلم والمصالحة، وكانت هناك ربما لجنة، أتذكر لجنة كان يترأسها المرحوم أحمد بن دلة الله يرحمه، الذي كان يريد القيام بحملة من أجل هذا الميثاق، وخرجت أنباء حول احتمال مجيء نيلسون مانديلا لإعطاء نوع من الشرعية لهذا الميثاق السلم والمصالحة. واحنا كنا في الجزائر وكنا حقوقيين، كانت نوع من الخشل. نعم. انا شخصيا اتصلت بالمركز الدولي للعداله الانتقاليه المقرر في نيويورك، وهو عنده علاقه جيده مع نيلسون مانديلا. نعم. ووصلت لنا انذاك معلومه او رساله من مكتب نيلسون مانديلا الذي يشير انه رفض المجيء الى الجزائر لهذا الموضوع. طيب استاذ سفيان، بالمناسبه هذه فقط ملاحظه. تفضل. سؤالك بالنسبة لسؤالك. نعم. أخي عثمان، أقول لا توجد هناك مصالحة في الجزائر. هناك مصالح لإفلات من العقاب، لا أكثر لا أقل. التجربة الجزائرية في يخص الكلام المصالحة هو يشبه نوعا ما التجربة التي وقعت في شيلي إبان عهد بينوشي عندما أصدر قانون العفو، وهو سنة 1978، وكان الخطاب يتكلم عن المصالحة إلى آخره، هو النفس يتشابه، يعني هو مسار للإفلات من العقاب تحت غطاء المصالحة الوطنية. المصالحة كما قال الأخ فلالي هو لابد أن يكون طرفين نزاع أن يجلس ويتفاوض على إيجاد الحل للأزمة التي وقعوا فيها. جنوب أفريقيا تجربة جنوب أفريقيا كانت هناك مفاوضات، الحكم التمييز العنصري الأبرتايد أعلن وفتح مفاوضات سياسية مع 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 نيلسون مانديلا ومع الحزب الذي يمثل الشعب الإفريقي الأنسي، وكانت سنوات وهي مفاوضات سياسية لم تأتي بإرادة النظام. النظام مستحيل أنه بمجرد هكذا
يقوم بالمصالحة، لا لابد تكون هناك مفاوضات واتصالات مع طرف النزاع. إذا أؤكد أن ما يقع في الجزائر ليس بمصالحة وإنما مسار لإفلاس من العقاب. سأعود إليك بعد لحظات مشاهدينا الأفاضل. هناك أم اسمها أم حسين العريبي وهي مشهورة جدا في الجزائر العاصمة، تدور وتبحث في الساحات والشوارع والميادين، تجتمع مع الأمهات وتلتقي في الملتقيات والندوات عارضة ملف ابنها، وابنها هو حسين مشهور ومعروف أيضا في العاصمة بفنه، فهو فنان ورسام. ذات يوم طرق بابه أو باب بيته مجموعة من المحسوبين على المخابرات أو الأمن في ذلك الوقت، وقالوا لأمه بأننا سنأخذه لنستفسر عن بعض المسائل التي له علاقة بها، ثم بعد 10 دقائق سيعود إلى البيت. للأسف الشديد لم يظهر لحسين لا أثر ولا خبر منذ التسعينات. الآن سنستمع لأم حسين وهي تتكلم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في وقفة احتجاجية كانت قد نظمت منذ يومين في الجزائر العاصمة. أنا احتفلت 3 ديسمبر تاع 2013، احتفلت في 3 ديسمبر يوم الاحتفال تاع ولادي لي 20 سنة درك و 15 يوم. 20 سنة مرت رميتها غير في الزنقة وأنا نمشي، إلى يومنا مازال راني نمشي ومازال ما رميتوش من قلبي، مازال الحرقة، مازال راني نقول باللي كنحسن مازال وحسن. حنا نطلبوا من الدولة تاعنا ماذا بيهم يقولون الحقيقة، وثم الحقيقة يقولون حقيقة، يعني هذو ولادكم خلاص ماتوا نحوهم من بالكم، حنا ما عندنا ما نديروا، يورونا قبورهم من قبل ما نموتوا باش الحرقة هذه ما نبدوهاش معاهم وباش نسامحوا لهم ويسامح لهم ربي. ماذا بهم يقولون الحقيقة وتم الحقيقة، الأمهات راهم ماتوا، شحال من أم راهي ماتت، شحال من أم راهي تقاسي ما تنوضش، راهي خلاص هانديكابي ما تنوضش، ما يخافوش ربي. ماذا بينا يا حقوق الإنسان يا مسيو فاروق السمطيني، ماذا بينا الرياس ديالنا، ماذا بكم من فضلهم من فضلهم، ما راناش عباد جينا من بلاد واحدة أخرى، حنا جزائريين عندنا حق في بلدنا، عندنا حقوقنا كما أيوه الجزائريين، رانا عندنا حقوقنا حقوق أولادنا ولادنا عندهم حقوقهم، ماذا بهم ماذا بهم. هذه الأمهات ما قدروش يخسروا عليهم حتى لو كان عمره. أجدد الترحيب بكم من جديد مشاهدينا الأفاضل، وبالأحرى أرحب بانضمام الأستاذة السيدة نعيمة ساكر وهي ناشطة حقوقية من قسنطينة عاصمة شرق الجزائر. أستاذة نعيمة، بماذا تفسرين هذا الإصرار في هذه الوقفات الاحتجاجية الكثيرة شهدت الجزائر وبعض المدن الأخرى وقفات احتجاجية من قبلكن ومن قبل جمعيات أخرى من أجل الوصول إلى الحقيقة، لكن السلطات في الوقت نفسه تقول لسنا مسؤولين عما حدث في التسعينات وعملنا الدؤوب اليوم هو تجاوز هذه المرحلة، ليس لدينا ما نخفيه والذين قاموا بهذه التجاوزات بين قوسين لسنا مسؤولين عنها. ماذا تردين وأنت فقدت زوجك في تلك الفترة؟ السلام عليكم أخي عثمان. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني قبل ما نبدأ كلامي أود الشكر لكل الإخوة الذين شاركوا الحصة هذه قبل ما نبدأ. نعم. الأخ فيلالي إبراهيم، الأستاذ شويطر، الأستاذ حسين، يعني صراحة هما أصعدوا يعني في تعريف ما حدث في جنوب إفريقيا وما حدث عندنا، يعني ولسنا يعني الآن بصدد أن نتكلم على ما حدث، لأنه في كل مرة نتكلم وفي كل مرة نقول. لكن حتى لا ننسى أخي عثمان وحتى لا ينسى الشعب برمته ما حدث عندنا إبان العشرية السوداء، وحتى لا نبقى نكرر كلامنا، هي جريمة كاملة الأركان مع سبق الإصرار والترصد. يعني لما نقول هكذا نحن نعلم أن ما حصل في جنوب إفريقيا كان نظام عنصري، كان نظام الأبرتايد، يعني لكن بعد عدة سنوات كانوا يعني بدأوا كما قال الأستاذ سفيان، بدأوا بتغيير النظام شيئا فشيئا ثم جيء بالمصالحة الوطنية. لكن عندنا لا، ليس ما حصل هذا، جيء بالمصالحة الوطنية
كقصدة نوعية عندهم، هذا الذي يظنونه هنا في الجزائر، جيئة بهذه المصالحة الوطنية حتى يكرسوا سياسة اللائقة، حتى يحموا كل المجرمين الذين قاموا يعني بهذه الجريمة ضد الإنسانية التي وقعت في الجزائر. وبالتالي يعني هما ما حسبوش حسابنا، ما حسبوش حساب للعائلات، ما حسبوش حساب يعني 250 ألف قتيل، 18 ألف مفقود يعني مختطف من طرف النظام. يعني كل هذا عبسوا عليه ومروا عليه وداسوا علينا وداسوا على كرامتنا، داسوا على أولادنا، على أزواجنا، على أبائنا، كلهم داسوا عليه ومشاوا لهذه المصالحة الوطنية التي هي أنا أعتبرها أنها مقايضة. لماذا؟ لأنهم قايضوا العائلات، قايضوا العائلات بمبلغ زهيد من المال. لماذا؟ لأن أخي عثمان أنت تسمعني؟ نعم سيدة نعيمة. قايضوا العائلات كما قلت لك بمبلغ زهيد. وهل هناك عائلة تبيع يعني فلذة كبدها أو تبيع زوجها مقابل دراهم معدودة؟ هذا لا يعقل. لماذا هم جاءوا بهذه المصالحة الوطنية وكأنهم كما يقولوا بالعامية يغطوا في الشمس بالغربال؟ طيب سيدة نعيمة، سيدة نعيمة ساكر، الذي يشاهدنا الآن ربما يحكم عليك بأنك تتكلمين عن جهة ما، ماذا عن باقي المفقودين من أبناء الجزائر من الشرطة ومن الدرك ومن المخابرات وغيرهم؟ ماذا تقولين عن هؤلاء الذين فقدتهم الجزائر في أيام ليست أيامنا هذه، وهم أيضا من أبناء الجزائر؟ أكرر، من الشرطة ومن الجنود ومن الجمارك ومن المخابرات، هؤلاء أيضا. تفضل. شوف أخي عثمان، طبعا أنا لما أتكلم لما قلت 250 ألف قتيل أنا لم أستثني، أنا قلت 250 ألف قتيل هذه لتمست الشعب الجزائري كله. لما أتكلم عن ضحايا الإرهاب ولما أتكلم عن فقدان عند ضحايا الإرهاب والفقدان عندنا فهو نفس الشيء، لا شيء يتغير، لأنه تبقى الحزن حزن ويبقى العواطف تبقى هي عند الأم، عند الزوجة، عند الأولاد. هم خلفوا آلاف من الأرامل وآلاف من اليتامى وآلاف من السكانة من الطرفين، يعني أم الشرطي وأم الدراكي وأم العسكري وأم الإنسان المختطف من طرف النظام. هم نفس الأمهات، نفس الأحاسيس، نفس الدموع. يعني نحن نحترق أخي عثمان، نحن نحترق. وبالتالي أنا لما أقول يعني لما أتكلم عن المصالحة الوطنية التي جرت في جنوب إفريقيا، والله العظيم أنا لما يعني أسمع وأقرأ وأشاهد أرى وكأنه في جنوب إفريقيا هناك كان عملوا مصالحة وطنية وكأنها تمدت قوانينها من الدين الإسلامي، لكن عندنا لا، أبدا أبدا لم تمد، يعني لم تكن فيها رائحة أنه تمد قيمة للإنسان. نحن لم نعبرون هنا في الجزائر، يعني ما أعطوناش قيمة بالمعنى الصحيح، يعني كشغل الغاونة، الغاونة هنا، الغاونة شاعرنا، الغاونة. طيب سيدة نعيمة، نعم. طيب سيدة نعيمة، ولنفرض ولو هذه صعبة شيئا ما، يراها الكثيرون صعبة جدا، ما رأيك لو تكرر هذا المشهد الذي حدث في جنوب إفريقيا وجلست الضحية مع الجلاد؟ يعني بعبارة أخرى أنت ناشطة في هذه الجمعية التنسيقية الخاصة بالمفقودين، ماذا تقولين؟ هل تسامحين في حالة ما إذا قال هذا الجلاد أو هذا الذي تسبب في مأساة عائلة ما جزائرية، هل تسامحينه ساعتئذ مثل ما سامح الكثيرون ضحاياهم هناك في جنوب إفريقيا؟ ولما لا أخي عثمان؟ إذا كان يعني جاء يوم احنا نتمنوا هذا اليوم يجي باش نقدروا نوصلوا للحقيقة. الآن احنا ما قدرناش نديروا عزاء، ما قدرناش نبنيوا نمشيوا القبر، ما قدرناش. احنا نتمنى ان يكون هذا النموذج اللي في جنوب افريقيا يتطبق عندنا هنا، وياتي الجلاد وياتي الضحيه ويكونوا جالسين مع بعض، ويقوم يقوم الجلاد ويقول بعد اذا كان يريد العفو يقوم ويعترف بالجريمه تاعو ويشم
يكون كاين عفو، والعفو من عند الله. نحن نقول اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، فكيف لا نعفو عن بعضنا؟ دونك هنا اخي عثمان، انا متاكده انه نموذج جنوب افريقيا لن يكون هنا في الجزائر، لانه جنوب افريقيا مشات للمصالحه الوطنيه بالتدرج، لكن هنا في الجزائر قفزوا على المراحل وجاءوا مباشره من اجل تكريس العقاب، وهذا ما لا نقبله نحن، ولن يقبله اولادنا، ولن يقبله احفادنا. نعم وكذلك، وهو كذلك سيدة نعيمة ساكر، جزيل الشكر لك مشاهدينا الكرام. اذكر فقط سيدة نعيمة ساكر هي ناشطه حقوقيه، وفقدت، هي تقول اختطف منها زوجها اللي هو أستاذ جامعي في مدينة قسنطينة في التسعينات. جزيل الشكر لك من جديد. أعود الآن لضيف الكريم أستاذ سفيان شويتر، المحامي والناشط الحقوقي والمختص في العدالة الانتقالية. على ضوء ما كنت تستمع إليه أستاذ سفيان شويتر من هذه المآسي، من هذه الحكايات اللي هي عبارة عن دراما جزائرية حدثت في التسعينات وما تزال أثارها موجودة الآن في الجزائر، على ضوء هذه المأساة كيف ترى الجزائر؟ هل بإمكانها أن تمر إلى مرحلة أو إلى مرحلة فيها مصالحة عميقة بين أطراف الجزائريين جميعا، مصالحة تعتمد على المكاشفة، تعتمد على الصراحة، وتعتمد على الشفافية؟ هل بإمكانها أن تقوم بذلك؟ لا أعتقد، مانيش عارف إذا كان هناك إمكانية في ظل نفس النظام، من نفس تركيبة النظام الحالي، لأنه النظام الحالي هو المتورط في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، هي من الناحية القانونية مكيفة كجرائم ضد الإنسانية. لا أعتقد التجارب الإنسانية، أغلبية التجارب فيما يخص هذا المسار العدالة الانتقالية هو كان بعد الانتقال السياسي. يعني إذا رجعنا إلى مثال جنوب أفريقيا، يعني بعد إطلاق سراح نيلسون مانديلا وقبل توليه منصب الرئاسة بعد الانتخابات سنة 94، آخر رئيس للتمييز العنصري فريدريك دوكلارك أصدر مرسوما بعفو بدون شرط وبدون تقريبا ل 3500، من بينها كانت شخصيات في الجيش الجيش الابارتايد والاجهزه المخابرات، من بينها ماجنس مالن اللي كان وزير الدفاع الى اخره. وهذا كان احتجاج من قبل نيلسون مانديلا ومن المجتمع ومن الانسان، وبعد الوصول لان رفضوا هذا الاجراء العفو العام والعفو المشروط الى اخره. وبعد مشيئة مانديلا، يعني إذا هناك بداية المرحلة الانتقالية من النظام الأبرتايد إلى النظام الديمقراطي بعد الانتخابات التي جرت في سنة 94، قام بإلغاء الإجراء أو هذا العفو الشامل الذي أصدره فريدريك ديكلارك آنذاك، وقام بإجراءات إظهار الحقيقة. ولكن هناك كذلك محاكمات، لأنه لا ننسى أنه ربما هناك الكلام كثير على جنوب افريقيا، على لجنه الحقيقه التي يمكن ان تمنح الحصانه او العفو الى اخره، لكن هناك محاكمات بالنسبه للاشخاص، ليس الكل، ولكن هناك محاكمات جنائيه ضد المتسببين والذين لم يطلبوا العفو من امام اللجنه، في محاكمات ادت الى ادانه الاشخاص، ادانه بعقوبه مشدده، وهناك تم تبرئه من اسباب اخرى من بين انعدام الدليل. اذا اعتقد انه في مرحله الانتقال، لو تكون هناك مرحله الانتقال السياسي في الجزائر. طيب قبل هذا استاذ سفيان اختم بسؤال ذي شقين. الشق الاول يتحدث عن مجاهيد السلطات وراء المصالحه، تقول نحن اصدرنا عفوا ولو جزئيا، اصدرنا جوازات سفر لمن كانوا ممنوع عنهم السفر مثلا، تقول بأنه أعدنا البعض من المطرودين من العمل، أعدناهم إلى مناصب عمل، ثم تقول أيضا أنه في الكثير من صارت عندهم سمعة في البلد، يعني استعادوا مكانتهم عما كانوا عليه من قبل، ثم عوضنا بعض العائلات، بعض الأمهات، أعطوهم دراهم معدودات من أجل خاصة حول ما فقدناه من مفقودين، هكذا يسمونه. هذا الشق الأول. الشق الثاني وهو يتعلق بالسجناء السياسيين،
في الجزائر الكثيرون يعلمون بأنه فيه سجناء سياسيون ما زالوا يقبعون وراء القضبان، لكن هؤلاء حكموا في محاكم خاصة، محاكم عسكرية، العالم كله يقول بأن هذه محاكم ليست معترفا بها، يعني لم يحاكموا في محاكم عادية بحضور محامين وغيره. يعني كيف نخرج من هذه المأساة؟ في الأول عما قدمته السلطات، هل هي كافية هذه الأمور التي قامت بها؟ تقديم الدراهم، إصدار جوازات السفر، إرجاع البعض إلى مناصب أعمالهم. ثم مسألة هؤلاء السجناء السياسيين الذين يقولون بأنه منذ التسعينات ونحن وراء السجون ولقد حكمنا في محاكم خاصة، محاكم عسكرية. متى يأتي اليوم الذي نرى فيه النور؟ تفضل. في الشق الأول أعتقد في الشق الأول هو الحد الأدنى، يعني الحد الأدنى للواجب للدولة أولا رب الاعتبار للسياسيين المعارضين الذين كانوا محل ضحية القمع من جهة الفتاة، سمح لهم الدخول للوطن إلى آخره. أما بالنسبة لقضية التعويض لعائلة المختطفين، طريقة أو دراسة الإجراء هذا يعني ترى أنه طريقة تعسفية. أولا لم تكن هناك لجنة مستقلة محايدة ونافيها مثلا كلجان الحقيقة التي تحدد قائمة الضحايا، وإنما التحقيقات التي أجريت بمقتضى حددت قائمة هذه الضحايا هي الأجهزة الأمنية على الدرك الوطني اللي هو متهم من قبل الضحايا بتورطه في هذه الانتهاكات حقوق الإنسان. إذن جهاز مشبوه متهم بتورطه هو الذي وضع القائمة، من الذي يستفيد بهذه التعويضات؟ هناك كثير من عائلات التي اختفض أبنائهم أو أزواجهم إلى آخره، ولم يمنحهم صفة المختطفين واعتبرهم على سبيل المثال أنهم تم القضاء عليهم بين جماعة إرهابية مسلحية، وهما يرفضون، يعني العائلات ترفض هذا، وهذا إجحاف آخر. القضية مش قضية العرض الاعتبار كذلك، العرض الاعتبار المعنوي لابد على رئيس الجمهورية حقيقة إذا أراد المصالحة مع الشعب، لابد أنه باسم الأمة الجزائرية، باسم مؤسسات الدولة، لأن مؤسسة الدولة هي التي ارتكبت الجرائم، أن يقوم بالاعتذار العلني والرسمي لهذه الضحايا. لابد من الضحية أن تحس بأنها تم رد اعتبارها، يعني نسيت مسألة أخرى أستاذ سفيان، نسيت فقط أن أذكر بأن هؤلاء ممنوع عليهم أن ينتخبوا أو أن يترشحوا أو أن ينضموا إلى حزب ما، هذه كذلك مسألة مهمة. بالضبط، حتى أنه الميثاق، يعني حتى الميثاق تقرأ الميثاق فيلم المصالحة مازال نفس الطريقة، يعتبرهم إرهابيين، يعطيهم صفة الإرهاب، يمنحهم من ممارسة الحقوق السياسية والمتعارف عليه، يعني منع شخص من ممارسة إلا بحكم قضائي، والممانعة هي ظرفية. يعني طيب ماذا عن السجناء السياسيين أستاذ سفيان الآن؟ السجناء هي استمرارية الانتهاكات، هي استمرارية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. أعطي على سبيل المثال فقط بدون الدخول في التفاصيل، اللجنة المعنية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في قضيتين، في قضية الشيخ عبد المدني وفي قضية الشيخ علي بن حاج، أصدرت قراراتهما باعتبار أن الاعتقال وسجنهم والمحاكمات كانت مخالفة للموافقة الدولية لحقوق الإنسان، إذن هما ضحيتين. بغض النظر